كوكو لي زامي، على سلامتكم ومرحبا بكم في كوزينتي مع جومبو. اليوم جبت لكم معايا غوسيط تقليديه 100% واللي هي الرقاق. الرقاق هو الشخشوخه تاع ناس الغرب، وكاين ثاني مناطق يعيطوا لها تريد. اليوم راح ندير لكم الرقاق اللي يحطوه في المناسبات والافراح، واللي دائما يكون مرفوق بالتعمير. اروحوا معايا نوري لكم كامل لي ديتاي تاع هذا الغوسيط. يلا نبداو. وكما ولفتكم دائما نبغي نحط لكم لي زانغريديون قدامكم باش تشوفوهم وتتعرفوا عليهم. هاد المكونات رايحين يفوتوا عليكم على مدار لا فيديو، وتزيدوا تلقاوهم في لا ديسكريبسيون. الحاجه اللي نبدا بها هي العجينه تاع الرقاق، هكذا باش تربوزي مليح. وهنا راني نخدم بسميد رقيق اللي هو لا سيمولين، وما نخلطش فيه الفرينه. وفي العجينه تاع الشخشخ ماذا بيكم تبعدوا للفرينه، خاطرش يتعجن لكم الرقاق ولا الشخشوخه من بعد منين تسقوه بالمرقه. ملحت العجينه نتاعي ولازم نلمها بالمدافي اللي راح يعاونها باش تربي العلك بالخف وتجيني بيان الاستيك. شوفوا هنا راني نوري لكم في القوام تاع العجين قبل ما نلونسي البيطران. العجينه تاع البيطران دائما نديرها بهاد لا كونسيستانس ونخليها تنعجن بلا ما نزيد لها ولا قطره تاع الماء. ما نعجنش به كيما طريقه العجن باليد، استاذ يبدا ناشف ويتشمخ ساعه ساعه وقت الدليك. وكما شفتوا عجينتي دلكت مليح ولات ليس وبيان الاستيك. ودرك ندهن بلون دو طرافاي نتاعي بزيت باش نبدا نلوز الكويرات نتاع العجين. ندهن يديا بزيت باش يعاوني. وبرك ملاحظه الحجم تاع الكويرات لازم يوالم نوع الطاجين اللي رايحين طيبوا فيه. ومن بعد ما كورتهم ندهن لهم السطح نتاعهم بشويه زيت باش ما ديرش فوقهم هذيك لا كروت وما ينشفوش، وضروري تغطيهم ببلاستيك اليمونتير باش ما يضربهمش الهواء، وتخليهم يروبوزيو بلا ما. وجدنا المرقه نتاعنا. هنا نجيب الاشواغ نتاعي ولا لاغاب ونطحن حبه بصل كبيره مع حبه لفت صغيره، هكذا باش يتقلوا لي من بعد لا صوص. واللفت المطحون في المرقه غادي يبننها بالبزاف. ديجا على باز الخضره الاساسيه في الرقاق هي اللفت. نجيب الكوكوطه ونحط فيها دجاج، وهنا كل واحد يدير على قد ما يكفيه. وتقدروا تاني ديروا المرقه نتاعكم باللحم الغنمي. نزيد البصل واللفت المطحونين، الزبده، الحمص، فلفل الكحل، العكري، زعفران، سكنجبير والملح. نزيدو تاني اون طوماط كامله وصحيحه، غصينات نتاع كرافس، اللفت والزروديه، وما تنساوش عود القرفه مشلل. وهنا كيما ولفتكم كلشي بارد في بارد، اون فا ديماري ا فوا. نحط الكوكوطه نتاعي فوق الغاز ترفد الغليه بلا ما وجدنا التعمير. ودركم فوتو للتعمير اللي غادي نديره بالدجاج. هنا عندي صدر تاع دجاج نطحناه ونزيد عليه نص بصله متوسطه، شويه قزبر شويه معدنوس. وهنا عندي السميد المتوسط والمحمص كيما نتاع الطمينه. ندير الملح، سكنجبير، قرفه، فلفل الكحل، فلفل عكري. وباش نزيد في البنة ندير كيس نتاع جومبو ميكس دجاج بالتوابل والاعشاب. نعطيكم غمارك على التعمير، كاين بزاف يحطوا فيه البصل المقلي. شوفوا هنا راه متبل بيان كوم يلفو. نزيد له رشه زيت باش يجينا طري، ونلم كل شيء بحبه بيض. نجيب الفيلم اليمونتير ونقطع منه طرف مليح، ونحط فيه نص الكمية نتاع التعمير. هنا راح ندير بالوتين نلويها مليح ونزيرها حتى نتحصلوا على بودان كيما هذا. وندير لا ميم شوز مع النص الزوج. نتقبل لي بالوتين باش ما يطرطقوش وقت طياب. وهنا نرمي التعمير نتاعي طيب. الفيلم اليمونتير مخصص للأغذية ومصنوع باش يتحمل درجات حرارة عالية. للناس اللي عندهم تحفظ على هاد الشيء يستعملوا الكتان ولا لاغاز. نبلع على كوكوت نتاعي نص ساعة ونخليها طيب. ودرك نفوتو للرقاق. هنا العجينة من بعد ما ريحت نبدأ نحل فيها باش نشكل أوراق الرقاق ولا تريد. هنا لازم نحلوها بالزيت باش يعاوننا في التكسال نتاع العجينة. وحاولوا الماكسيموم تركزوا على الحواف باش ما يجوناش خشان ومعجنين. ومن بعد نرفدها ونحطها في الطاجين نتاعي. هاد الوراق كيما شفتوهم رقاق بزاف، وغير تقيسهم سخانة نتاع الطاجين ينشفوا ويطيبوا. نزيد ندور الورقة كلكو سكوند على الوجه الزاوج، ومن بعد نطلع ورقة الرقاق كيما الخيمة باش الحواشي يطيبوا حتى هما. نحيها ونحطها في القزعة اللي راني مفرشة عليها ان بابي ابسوربون باش حبات الرقاق ما يتشمخوليش. ومن بعد نغطيهم بسريبيتة نقية باش يبقاو طريين. نزيد نحل العجين تاعي حتى تكمل كاع لا كونتيتي. وبيان سور اكدوا سورتو على الاطراف، باسكو الوسط غير ترفدوا العجينة باش تحطوها في الطاجين ينحل ويرقى كيما راكم تشوفوا. وتاني ما تنساوش طيبوا الرقاق نتاعكم صفر وصافي، ما لازمش يتحمر. ونبقى هكذا حتى نطيب كاع الرقاق اللي عندي. وانتم البنات ماشي شرط تخدموه اذا جاكم صعيب، اشروه ولا كومونديوه، صح كاع راه في المرقه والتعمير. برك نوصيكم اذا جبتوه من برا اتاكدوا بلي اللي خدمه يحترم لي كونديسيون ديجين.
وها راهي القصعه نتاعي تعمرت بالرقاق الله يبارك. شوفوا كي راه صفر وصافي راهي شهي. نحل الكوكوت نتاعي، نصفي حب الطوماطيش، عود القرفه، الكرافس، ونحي تاني الدجاج والتعمير، ومن بعد نرجع المرقه نتاعي فوق الغاز باش تتجمر شويه. انفتت الرقاق ونحطه يفور باش يعاود يسخن شويه باسكو سي بون. وصل الوقت الصح، هنا المرقه ساي تجمرت معايا. شوفوا شكلها كي راه لا كولور نتاعها، راهي دوغي بيان دوغي من زعفران وهذاك فلفل عكري عطاولها هاد لا كولور. الدجاج نديرو عليه شويه زبده ونحطوه يتحمر في الكوشه. التعمير نقطعوه كيما راكم تشوفوا دي غونديل. ودرك نجيب الطبسين تاعي اللي رايحه ندريسي فيه الرقاق. هنا الحاجه الاولى نحط الفتات، من بعد نحط الحمص ونبدا نسقي بالمرقه. كيما راكم تشوفوا لازم نسقي كاع الجوانب، ومن بعد نحط هذوك لي كاروت واللفت صاير داير، ونزيد تاني نحط التعمير، نحط طريفات نتاع الدجاج محمرين في الوسط. وهذا هو الرقاق بالتعمير كيما يبغيها القلب والخاطر. من صابكم معايا نتلموا على هذا الطبسي. سي بون، كملنا الرقاق نتاعنا وعطيته لكم بكامل التفاصيل من العجينه للمرقه للتعمير. وان شاء الله هاد لاغوسيط تقدر تفيدكم نهار نفقه النص ولا ليله 27. برك عندي ملاحظه خفيفه على المرقه نتاع الرقاق، كيما لاحظتوها باللي خفيفه كونتريرمون للمرقه اللي نديروها في الرقاق نتاع كل يوم، اللي تكون المرقه نتاعها شويه ثقيله على خاطرش فيها لو كونسونطري دو طوماط، فيها طوماط مربيا، فيها البطاطا. هاد العوامل كامل اللي خلوا لاصوص تجي ثقيله. المرقه تاع الرقاق تاع المناسبات والاعراس تجي خفيفه خاطرش تعتمد 100% على اللحوم اللي نديروهم في المرقه، كسوسوا دجاج ولا لحم. ان شاء الله الرقاق اللي درته لكم اليوم يعجبكم، وانتم تحت في التعليقات خبروني كيفاش طيبوا شخشوخه، كيفاش طيبوا الرقاق، عطولي اللمسه تاعكم اللي ديروها. ودرك ما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير وصحه فطوركم.